نوعيات متعددة ممن يطلقون على أنفسهم إعلاميون أصيبوا بداء التملق والكذب إرضاء لمن يمولهم ويدفع لهم. حافظ المرازي واحد من هؤلاء المرتزقة الذين أصيبوا بهذا الداء، خاصة بعدما انحسرت عنه أضواء الشهرة التي عاش فيها فترة من الزمن، مارس خلالها الكذب والتدليس على الشعوب بدعوى الديمقراطية والحرية من خلال منبر قناة الجزيرة القطرية التي يعلم القاصي والداني سياستها وتوجه القناة المشبوهة والممولة. المرازي الذي يعيش حاليا لحظات انفصال عن الواقع بعدما لفظته الجزيرة وغيرها من القنوات التي عمل بها مثل العربية وانقلب على سياستها وسبب لها مشاكل كبيرة بافتراءاته على دول عديدة، يحاول المرازي الآن أن يجد له متنفسا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، لكن الجميع يعلم علم اليقين مآرب المرازي من وراء استخدامه تلك الوسائل وتوجهه ضد الدولة المصرية وإساءاته المتواصلة للشعب المصري. فمنذ أحداث ما سمي بثورات الربيع العربية بدأ المرازي في بث أفكاره المتطرفة والمدفوعة الأجر لهدم الدولة المصرية وافتعال أزمات بين الدول العربية. مع الأسف ومنذ سنوات يواصل المرازي توجيه التهم لمصر وتشويه صورتها من خلال ظهوره كضيف في البرامج الأجنبية والقنوات الأجنبية. ما يفعله المرازي اليوم عبر السوشيال ميديا هو استهداف خارجي يندرج تحت مسمى إثارة الرأي العام. نموذج المرازي هو نموذج ليس بغريب علينا في الإعلام العربي، فتغير الوجه يتم بسهولة ودون عناء، فالشرف الإعلامي مفقود عند أمثاله، والمهم التواجد بأي صورة وأي شكل وأي هيئة. يتناسى هؤلاء أننا في ظل ما نشهده من طفرة إعلامية بات انكشاف هؤلاء هو أمر بسيط ولا يحتاج لاحترافية إعلامية، مما يجعلهم يدورون في حلقة فارغة كتفكيرهم. للمزيد عن هذا الموضوع والتعليق عليه انضم إلينا هاتفيا الدكتور محمود عالم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة. دكتور محمود صباح الخير وأهلا وسهلا بك في هذه الجولة الإخبارية على إكسترا نيوز. حافظ المرازي كغيره ربما من هذه الشخصيات، هذه النوعيات التي تظهر بين الحين والآخر على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى في القنوات الأجنبية الناطقة بالعربية، هم يحاولون استخدام هذه القنوات لبث أفكارهم وسمومهم. كيف تعلق على ما يفعله المرازي منذ 2011 تقريبا وحتى الآن؟ يعني سيد حافظ المرازي يشكل نموذج للتيه والإفلاس الإعلامي الذي أصاب العديد من الإعلاميين المصريين والعرب خلال الفترة الأخيرة، ولكن ما يقوم به هو استمرار لأدوار حاول أن يمارسها وفشل فيها، لأنه قادر على أن يقيم علاقة ويعمل ويظهر على الشاشات ثم يفسد هذه العلاقة بافتراءات على من عمل معهم. هذه محاولة جديدة للعودة ولإثبات أنه موجود وأنه يستطيع أن يكون في إطار قائمة المشوهين والناقدين غير الموضوعيين وغير المنصفين وغير الاحترافيين للدولة المصرية ورموز الدولة المصرية. كالعادة يقول كلاما معادا ومكررا وسمجا عن قضايا وموضوعات، يعني أي احترافي إعلامي يملك عشر الخبرة التي يمتلكها هذا الرجل ربما يتراجع كثيرا قبل أن يقول هذا لأسباب، لأنه كلام محسوم ولا داعي للخوض فيه، هو تكرار لأشياء تقال هدفها مزيد من تشويه الدولة المصرية ورموزها. دائما في كتابات يا دكتور محمود ما ينتقد الإعلام المصري ووسائل الإعلام المصري باختلاف أشكالها وأنواعها، هل هذا الانتقاد من منطلق مهني أم من منطلق سياسي؟ لا هو من منطلق الغيرة والغل والحقد على نجاح تجربة مصر في الاستقلال وفي الانعتاق من حكم الإخوان الأسود. يعني ده جزء من رد الفعل العنيف والجنوني اللي بتمارسه جماعة الإخوان وحلفائها من خلال يعني منصاتها الإعلامية لتشويه أي شيء أو أي رمز من الرموز التي يعني نقول إيه التي يثق فيها المصريين وتتمتع بمصداقية عالية. دائما عندما تكون في حاجة إلى أن تثبت قوتك تأتي إلى صخرة قوية أو إلى عمود ضخم أو إلى وتد شديد القوة وتحاول أن تنطحه.
هذه محاولات يائسة وفاشلة من إعلامي فقد البوصلة، فقد التوجه. وأعتقد أن مصر برجالها ونسائها وعظيمتها أقوى من كل محاولات التشكيك والصيد في الماء العكر. مصر قوية بنسائها ورجالها، وتجربة مصر من 2013 حتى الآن تقول أن مصر ماضية رغم سفاهة ورغم تفاهة ورغم عدم احترافية وموضوعية نفر من أبنائها الإعلاميين. دائما ما يخرج علينا السيد حافظ المرازي في وسائل الإعلام الأجنبية تحديدا الناطقة بالعربية، ما الغرض من هذا الظهور وما الرسائل التي يحاول توصيلها إلى المجتمع المصري في الداخل؟ هو يحاول أن يصل إلى قطاعات من الرأي العام الدولي، لعلمه أن هذا الرأي العام الدولي مؤثر على اتخاذ القرار في دوله، ولكن يعني ينسى أن مصر الآن تتمتع بحضور دولي قوي، وأن مصر 2011 التي حاولوا إسقاطها من خلال أحداث 25 يناير ليست مصر 2020. مصر قوية، مصر مستقلة، مصر تتواجد، مصر كل يوم هناك ما يثبت أنها استقلت، خرجت عن السوق، وأن هذه يعني عمليات التشويه للصورة لن تجزي معها، وأن الرأي العام الدولي يقدر جيدا جهود الدولة المصرية وقيادة الرئيس السيسي، ويكفي عملية التشاور اليومية التي تتم بين الرئيس السيسي وبين قادة العالم، ويكفي التحولات التي حدثت في مواقف أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية ودول كثيرة فيما يتعلق بالسياسات المصرية، وأيضا النمو الاقتصادي الهائل في مصر والمشروعات القومية، كل هذا يزعجهم فيحاولون أن يشوهوه بشكل مباشر أو غير مباشر. الدكتور محمود عالم الدين أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة. وفي ذات الموضوع أيضا مشاهدينا الأعزاء ينضم إلينا الدكتور حسام النحاس أستاذ الإعلام بجامعة بنها. دكتور حسام صباح الخير وأهلا وسهلا بك في هذه الجولة الإخبارية. في أي سياق يمكن أن تضع هذه الانتقادات المتواصلة والمستمرة للسيد حافظ المرازي للإعلام المصري بكافة أشكاله وأنواعه، وهو الذي يعيش في الولايات المتحدة ودائما ما ينتقد وسائل الإعلام المصرية؟ صباح الخير عليك وعلى كل السادة المشاهدين. طبعا أنا أضع هذا الحديث في سياق الخيانة والعمالة، لأنه ببساطة شديدة لا يتحدث ضد الدولة المصرية من الخارج بهذا الكذب والافتراء والتزييف والعداء إلا من كان خائنا أو عميلا أو هاربا أو متآمرا أو باحثا عن شهرة زائفة أو تمويل قذر مشبوه. وأوجه لمثل هؤلاء ومثل تلك الوجوه القبيحة التي تظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر قنوات الشر والإرهاب، وأقول له اصمت ولا تطل علينا بوجهك وحديثك القبيح مجددا، لأنه الشعب المصري أصبح لديه من الوعي الكافي وأصبح لديه حصانة ومناعة قوية ضد ألاعيب جماعات الإرهاب وقوى الشر والإرهاب الحقيرة والمكشوفة والمفضوحة أمام المصريين في الداخل وأمام العالم في الخارج، خاصة وأنها تتم بشكل ممنهج وممول وفي توقيتات محددة نعلمها ونرصدها بدقة. ولا أتعجب في ذات الوقت من أن تخرج تلك البذاءات ممن كان عميلا وبوقا لقناة الجزيرة الإرهابية وأجندتها الخبيثة لسنوات، وأصنف هذا الأمر تحت باب هوس الشهرة، لأنه يبدو أن الأضواء قد انحصرت عنه تماما، وبالتالي هو يبحث عن بوابة أو منفذ عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انحصرت عنه الأضواء ولفظه المشاهدون ولم يعد له أي حضور أو مشاهدة أو تأثير على الإطلاق، ويبدو في ذات الوقت أنه يبحث عن منصة إرهابية جديدة ليظهر من خلالها بحثاً عن تمويل قذر ومشبوه. لماذا هذا الإصرار على الظهور دوماً يا دكتور حسام
من قبل السيد المرازي سواء في تلك القنوات الأجنبية الناطقة بالعربية الموجهة لمصر هنا في الداخل أو حتى المجتمع العربي أو حتى وسائل التواصل الاجتماعي، كل هذه الانتقادات التي دائما ما يتحدث بها ويسردها على صفحته على فيسبوك وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، لماذا هذا الظهور، حب الظهور من قبل المرازي؟ هو أولا هل هو هدف في حد ذاته؟ هل الظهور هدف في حد ذاته؟ أم أنه وسيلة لبث أفكاره المسمومة للدولة؟ هو أولا يبحث عن ظهور بعدما حصلت عنه الأضواء، يبحث عن تمويل، لأنك تعلم أن تلك القنوات والمنصات الإرهابية تبحث عن مثل هؤلاء العملاء لتجنيدهم وإعادة إنتاجهم من جديد. ثالثا هناك حالة من العداء الشخصي بين هؤلاء الأشخاص والإرهابيين وبين الدولة المصرية والشعب المصري، خاصة في ظل الإنجازات التي تخوضها الدولة المصرية في كافة الملفات في الداخل والخارج، وكذلك التحديات التي تخوضها الدولة المصرية في كل الملفات بكل قوة، لأنه الدولة المصرية الآن أصبحت دولة قادرة وفاعلة ودولة ذات سيادة، وهي لا تسمح لأي طرف أيا كان أن يتدخل في شؤونها، ومن ثم فإن تلك الألاعيب والأكاذيب لم تعد تكيل على الشعب المصري، لأن الشعب المصري أدرك أن هؤلاء أعدائنا، والدولة المصرية تعلم أعدائنا في الداخل والخارج من خلال هذا التمويل المشبوه وتلك المنظمات والقنوات الإرهابية. وبالتالي أصبح الأمر واضحا جليا للجميع، ولم يعد لديهم أي حضور على الإطلاق. خلينا أقول لك حتى من الناحية الإعلامية، هو حديث لا علاقة له بالإعلام، لا علاقة له بالأصول والضوابط المهنية والإعلامية التي كانوا يتشدقون بها ليل نهار، وبالتالي هو حديث سياسي، حديث عدائي، حديث الهدف الأساسي منه هو هدم الدولة المصرية، وهو أمر لن يكون على الإطلاق في ظل هذا الشعب الواعي، لأنه الإعلام المصري خلي بال حضرتك، ودي من الأسباب ردا على سؤال حضرتك، إنه هذا الهجوم العنيف العدائي، إنه الإعلام المصري الآن أصبح إعلام واعي، أصبح إعلام شامل ومتكامل، أصبح إعلام هادف ومخطط ومبرمج، أصبح لدينا إعلام واقعي وصريح، حتى من حيث الشكل أصبح لدينا إعلام حديث وعصري ومتطور. حتى ما أسميته دكتور حسام بالأخلاقيات أو حتى ملامح هذا الإعلام الذي دائما ما يتشدقون به طعنت في مقتل في الانتخابات الأمريكية على الأقل في الأشهر القليلة الماضية، على أي حال هذا حديث يطول النقاش بشأن دكتور حسام النحاس أستاذ الإعلام بجامعة بنها، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل